أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو مازن أصر في هذه الرسالة، نعرض هذه الرسالة على الشيخ صالح، يقول أريد منه التوجيه حفظه الله. يقول بعض أئمة المساجد قد لا يكون متعاونا مع جماعته في المسجد، فمثلا التكييف ناء الصيف، تأخير الإقامة وتقديمها، وإشكالات أخرى مع كبير السن في الروضة أو في المسجد. هل يجوز لي يا شيخ، يقول أبو مازن، هل يجوز لي أن أذهب إلى مسجد آخر مع أن المسجد الذي أصلي فيه يكون فيه هذه الإشكالات؟ على الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن يرفق بالمأمومين ولا يشق عليهم، ولا يشق عليهم في تأخير الإقامة والانتظار، ولا يشق عليهم في تطويل الصلاة، ولا يشق عليهم في منع التكييف وتركهم في الحر، ولا يشق عليهم أيضا في البرودة الشديدة من المكيفات، بل يعتدل ويتوسط في هذه الأمور. فعليه أن يراعي أحوال المأمومين ويرفق بهم. وأما أنت فإذا كان هذا الإمام كما ذكرت وأنك ينالك مشقة للصلاة معه، اذهب إلى مسجد آخر. نعم.